السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب النازل. اليوم إن شاء الله استكمالا للدرس العاشر لسن 10 بعنوان Are you سؤال بمعنى هل أنت. For examples أمثلة على ذلك: Are you a teacher؟ هل أنت معلم؟ نضع are في بداية الجملة وبعد ذلك you، والإجابة على هذا السؤال إما ب yes I am نعم أكون، أو no I am not لا أكون. مثال آخر: Are you a doctor؟ هل أنت طبيب؟ الإجابة بتكون إما yes I am نعم أكون، أو no I am not لا أكون. أمثلة أخرى: Are you a farmer؟ هل أنت مزارع؟ الإجابة تكون Yes I am نعم أنا أكون. مثال آخر: Are you a police officer؟ هل أنت رجل بوليس؟ الإجابة تكون No I am not